يقول السائل: إذا رقى الإنسان نفسه أو كوى نفسه فهل يكون إذا رقى الإنسان نفسه أو كوى نفسه فهل يقال؟ الكي مكروه سواء كويت نفسك أو كواك غيرك، مكروه لأنه تعذيب بالنار، لكنه لا بد منه إذا لم يوجد غيره تكتوي، إذا لم يوجد غير الكي تكتوي وأنت محتاج أو مضطر إليه فهو مباح، لكن مهما استغنيت عنه فهو أحسن. نعم.